اليوم جينا باش نعطيو اشاره الانطلاق لنسيم الحصاد والدرس. بدا هنا اليوم بجارس وسينطلق ان شاء الله الى ان يبلغ كل الاراضي المبرمجه في الولايه، وهي بعدد تقريبا 26 منطقه اللي معروفه بانتاج الحبوب. الشيء اللي مديناه اليوم كتعليمه بالنسبه لمختلف المصالح انه لازم يكون فيه مرافقه للفلاحين، فهذا كله خلانا اليوم نتفاعلوا انه ان شاء الله الانتاج سيكون انتاج اكثر من السنه الماضيه. السنه الماضيه نذكر بانه كان 234,000 قنطار، هذا العام عندنا التزامات من طرف الفلاحين ومن طرف كل المسؤولين عن القطاع انه سيتجاوز ان شاء الله 400,000 الى 450,000 قنطار.